استاذ يوسف اليوسف، رئيس مجموعه توظيف الاستثمارات في انفست كورب، حاضرين اليوم وبقوه في مبادره مستقبل الاستثمار بالرياض. عن مشاركتكم في هذا الحدث. احنا مستثمرين فاعلين في المملكه العربيه السعوديه، بدينا الاستثمار في المملكه في 2007 وعدد عملنا عدد من الاستثمارات في قطاع الملكيات الخاصه، في قطاع البنيه التحتيه، في قطاع الاستثمار العقاري. فاحنا اليوم متواجدين بحكم حضورنا الفاعل في السوق السعودي. اليوم اعلنا عن مبادره استراتيجيه بالتعاون مع منصه عوائد الاستثماريه بهدف تيسير وصول المساهمين او المستثمرين المؤهلين الى استثمارات وصناديق انفست كورب في المملكه العربيه السعوديه. اعلنا ايضا عن عدد من قبل فترة بسيطة عن الاستثمار في أحد المشاريع السكنية لشركة أرامكو السعودية، شركة النفط السعودية. وعندنا محفظة كبيرة طبعا للاستثمار في قطاع الملكيات الخاصة، واللي من أهمها محفظة تستثمر في شركات في مرحلة ما قبل الطرح الأولي في سوق تداول. طيب، هل يمكن يعني الكشف عن حجم هذه المحفظة وأيضا كتفصيل عن استثماركم في الملكيات الخاصة في القطاع العقاري في البنية التحتية في السعودية؟ بالتأكيد، احنا من أكبر المستثمرين في قطاع الملكيات الخاصة في المملكة العربية السعودية. عملنا أكثر من 15 عملية استثمار، أدرجنا 4 شركات في سوق التداول. وبالنسبة لنا نطمح الآن إلى جمع ما يقارب المليار دولار بهدف استثماره في شركات خاصة مؤهلة لأنها تكون تعمل طرح أولي أو IPO في السوق السعودي خلال فترة تراوح ما بين 2 إلى 3 سنوات من بداية استثمارنا فيها. عملنا عدد من الاستثمارات في القطاع الآن، من ضمنهم شركة اسمها تراكر، هي أكبر منصة سحابية في متخصصة في مجال الشحن في الخليج والشرق الأوسط. أيضا استثمرنا في شركة اسمها سلة، اللي تعتبر من أكبر منصات تمكين خدمات التجارة الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. وأيضا استثمرنا في شركة اسمها نور نت، وهي أكبر شركة من أكبر شركات الموجودة في المملكة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإنترنت. يعني إذن انفست كورب تتجه لتنويع محطة استثمارها بعد عقود من الاستثمار فقط كانت في الملكيات الخاصة وما شابه، قام نشوفكم في قطاعات أخرى لها علاقة بالتجارة الإلكترونية، التحول الرقمي وما شابه. حجم استثمارات انفست كورب في هذه المنطقة بالنسبة وإن لم يكن بالرقم مقابل حجم استثماراتها العالمية في ظل وجود السيولة في العالم بالخليج. إحنا استثماراتنا طبعا في الخليج استثمارات استراتيجية، ونفس ما ذكرت لك قطاع الملكيات الخاصة وقطاع البنية التحتية. قطاع العقار الآن يمثل ما يقارب 15% من إجمالي الأصول. عندنا أيضا اهتمام بالاستثمار في الأسواق الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا وفي الصين، لكن حيكون وحيظل وجهة الاستثمار الرئيسية بالنسبة لإنفست كورب هي الأسواق الغربية، أوروبا وأمريكا تحديدا. بشكل عام نطمح أن احنا يكون عندنا محفظة متوازنة، يمكن تقارب 80% من أصولها في الأسواق الغربية و 20% في الأسواق المنطقة، بالإضافة إلى أسواق جنوب شرق آسيا. ألف شكر أبو عبد الله، ونتمنى لكم التوفيق في أعمالكم. شكرا جزيلا.